12 فيلا تما في بورغون. كيفاش كيفاش تم السطو على هاد الفيلات؟ شكون اللي عنده الحق؟ واش اللي ساكنين ولا هاد الناس اللي كيطالبوا بالافراغ؟ هادشي كله غنعرفوه مع يونس، واحد من الضحايا ديال هاد المافيا، واحد من الساكنه ديال هاد الفيلات. يونس مرحبا بك على صوت العداله. يونس بغيناك تشرح لينا المشكل ديال هاد الناس من ديبار. هاد الناس شحال من عام؟ 12 فيلا شحال من عام هما ساكنين؟ شكون اللي باع ليهم؟ كيفاش باع ليهم؟ وعلاش اليوم؟ شكون هادو اللي جاو كيخويو فيهم؟ اول حاجه كنشكر من صوت العداله اللي واكبتنا. اذا كما كتعرفوا قلنا لكم حنايا 12 فيلا، اذا 12 عائله، كل عائله تقريبا فيها 15 شخص. هاد العائلات حنا الاباء ديالنا شراو في 1900، ما بين 1960 و1968 من عند واحد المقاول فيليكس كييس. انا ذاك هاد فيليكس كييس كان كيبيع بقاعي. جميع الضحايا كيتوفروا على عقود بيع نهائيه. من بعد ذاك المقاول فيليكس كييس قام بعمليه انتحار بناء على واحد الضريبه جاتو ديال القابض البلدي. ما كانش دار الضريبه ولكن كان القابض البلدي، جاتو واحد 300 مليون انا ذاك. 300 مليون في ذيك الوقت؟ ديك الوقيته هي بحال قلتي 30 مليار دابا. فيليكس كياس قام بعملية انتحار، انتحر. الزوجة ديالته كان عندها الأبناء باقيين صغار، هزاتهم مشات لفرنسا، ما كاينش مع من نديرو إتمام البيع. ناضوا الضحايا، داروا مساطير، التجأوا وداروا مساطير ديال إتمام البيع. من بعد ملي داروا المساطير ديال إتمام البيع ما لقاوش على من ينفذوها. كان ديك الساعة الابن الوالد الشرعي ديال فيليكس كياس كان باقي صغير. من بعد ملي كبر ودخل المغرب تلقى مع هاد المافيا، تلقى مع احد عضو احد الاعضاء ديال المافيا اللي هو الركن محمد اللي كان انتحر، اللي كان انتحر حتى هو. وكما كتشوفوا هاد اعضاء المافيا كلهم كيقوموا بعمليه الانتحار في الاخر. ملي كيزيرهم القانون وكتزيرهم بالدلائل والحجج كيقوموا بعمليه الانتحار. كنتلقى مع الابن ديال الوالد الشرعي ديال فيليكس كياس، كما كيقولوا كيقول برنار كياس، كيقول في المحاضر ديال الفرقه الوطنيه، كيقول انا بعت لو شوت ديال الفيلات، ما بعتش الفيلات. كيفاش لو شوت ديال الفيلات؟ واش الفيلات كاين فراغات بيناتهم ولا شنو؟ هادشي اللي بغيت نعرف. قالوا لنا كاين فراغات، هما عمروا له راسو، قالوا لنا كاين فراغات ما بين الفيلات وداك الشيء. قال لهم الفيلات ما تقربوش، ولكن ما تبقى من الفيلات كنبيع لكم، ولكن الفراغات راه ما كاينينش. المهم ملي باع لهذا الركن محمد، وفي 2003 كنتفاجئوا بان هذه المافيا دخلت. انتم ما فراسكم والو ديك الساعه على قضيه البيع؟ ما فراسنا والو. كنتفاجئوا، كندير كونسلطاسيون في المحافظه، كنلقاو بان شهاده الملكيه تربوا عليها شي منهم الركن محمد، منهم بدون ذكر الاسماء. المهم شي وحدين دخلوا معاكم في شهادات الملك. انتم دايرين تقييد احتياطي في دايرين تقييد احتياطي، ولكن هاد المافيا اللي كنتعاملوا معها هي مافيا خطيره. وكما كتعرف القانون، ان القانون زعما كاين اخطر ما فيه هو العقار. هاد المافيا كتعرف كيفاش تصرف. خلاو حنا كنا في لوتي تخمير، واش داروا؟ شدوا واحد الرسم عقاري واستخرجوه من لوتي تخمير، فهمتيني، وباعوه للوحدين الاخرين. هاد الوحدين الاخرين قالوا زعما كاين هاد الوحدين الاخرين ملي شراو هاد العقار شراو في اوج العطاء ديال الصداع ديالو في 2013. فاش شراو هاد الناس هادو اللي كيقوموا بعمليه الافراغ دابا حاليا في منطقه بورغون، في 2013 كانت الفرقه الوطنيه كتبحث، كانت قدامها كدير تحقيق، دير التحقيق ديالها، كانت الصحافه كتنشر كتشكل المشكل ديالنا في على وسائل مواقع التواصل والجرائد. اذا هاد الناس عندهم علم. رغم ذلك شراو وفهمتيني، وما ما هذا شراو وبداو كيدعوا مع الضحايا في المحكمة المدنية. وبعض كاين بعض الملفات اللي اعتبر اللي حكم فيهم القضاء بالافراغ، مشغول بالنفاذ معجل بقوة قانون زعما بانه شاري بحسن نية. هنا كندوي انا على هذا الملف انه فيه سوء النية، وما يثبت سوء النية هو
هو الشكايه الجنائيه اللي خرجت دابا من 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 الجلسه. شكون اللي دار الشكايه الجنائيه؟ الشكايه انا اللي كنا قمنا بها انا وكنشكر الاستاذ سعيد الصوالح المحامي ديالنا، كنا قمنا بها في 2011 2012، درنا الشكايه للسيد هي اللي تحالت على الفرقه الوطنيه. درنا للسيد الوكيل العام، كان انا ذاك الاستاذ حسن المطار حال على الفرقه الوطنيه، من بعد الفرقه الوطنيه حال على قضيه التحقيق، من بعد قضيه التحقيق تحالت على الجلسات اللي من 2014 وحنايا في الجلسات، من 2016 وحنايا في الجلسات، حنا في الجلسات. اليوم كنا في الجلسه ديال 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 جلسه 12 6، تحال اجل السيد القاضي الى جلسه 3 7 7 3. علاش تعطلات هذا الوقت من 2014 لدابا باقا ما تحكماتش؟ لان المتهمين ما كيحضروش، كل مره كيديروا حجه ديال انهم غيغيروا المحامي ولا انهم ما توصلوش ولا انهم كذا، فهمتي؟ هادشي علاش كيتعطلوا. كتعرف الهيئه ديال الجنايات كتاخذ بالاطراف، كتاخذ الاطراف كلهم خصهم يكونوا حاضرين لانه باش يجهز الملف. كنتمنوا ان المحكمه الاستئناف تعطينا حقنا وتنصفنا، لان المحكمه الاستئناف الجنايات خدامه في هذا الملف وقضايا كترفع في المدنيه وكتحكم والناس كتفرغ. شحال من عائله دابا تفرغات؟ لحد الساعه شحال من عائله تفرغات؟ شي تقريبا شي 3 العائلات ولا 4 اللي فرغوهم من الفيلات ديالهم. اللي فرغوهم من الفيلات ديالهم الان كاين شي 3 العائلات اللي تفرغوا. حنا دابا كنتسناو القرار الاخير كما قلت لكم في الاستجواب السابق، ان الجنائي يعقل المدني. والدليل على هذا حنا كتشوفني خارج من المحكمه الاستئناف، كنت في جلسه وهاد الناس ما بغاوش يتسناو المحكمه تقول القرار ديالها الاخير، كيطبقوا احكام مدنيه رغم هناك شكايه جنائيه، هناك جلسات، هناك متهمين. هل هناك معتقلين في هذا الملف؟ هناك معتقلين في هذا الملف وكيحضروا في حاله اعتقال، وهناك متهمين كيحضروا في حاله صراح. هناك بزاف ديال المتهمين، اكثر من 6 ديال المتهمين ولا 7. شبكه منظمه في التزوير والاستيلاء على العقارات. باش كطالبوا اليوم يونس؟ حنا كنطالبوا بالانصاف ديالنا، وفهمتيني حنا كنامنوا بالقضاء، كنامنوا بالعدل، بانه غادي يكون فهمتيني بناء على المحاضر. انني مطمن انايا، لانني واكبت الابحاث ديال الفرقه الوطنيه، واكبت الابحاث ديال السيد قاضي التحقيق، فهناك اشياء تطمئن. اللي ما كيطمئنيش في هذه اللحظه هو هاد الاحكام المدنيه اللي كيقوموا بالتفريغ ديال العائلات. علاش ما بغاوش يتسناو تاخذ المحكمه القرار ديالها الاخير؟ هادشي اللي ما بغيتش يتفهم ليا. شكرا سي يونس. اعزائي المشاهدين، كيف سمعتوا في معنا، فهذا كانت شهاده ديال احد الضحايا ديال هذا الملف ديال العقار اللي كاين في بورغون، الاستيلاء على 12 فيلا بطريقه جهنميه، اصدار احكام من المحكمه المدنيه رغم ان ملف يروج في الجنايات منذ 2011 2012، حكم تعطل في الجنايات نظرا لتخلف بعض المتهمين على الحضور، الناس كتفرغ، علامة استفهام. إمتى غنشوفوا شي قرار أنه كيحبس فحال هاد الأحكام المدنية اللي بركة كتطبق على الناس، إلى حين أن يتخذ قرار أو لحكم في الجنايات؟ الناس كتضيع، الناس كتفرغ، كتلحلح حوايجها في الزنقة، كيف شفت معنا الأسبوع اللي فات العائلة اللي كانوا خرجوها من الفيلا ديالهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، وراء الكاميرا الرامي إبراهيم. إلى اللقاء.